بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين حق قدره ومقداره العظيم حياكم الله اهلا ومرحبا بكم الى لقاء جديد من دروسنا في دوره اهتمامات شخصيه دوره من دورات المستوى المبتدئ الاعلى وانا معكم الدكتور علي الخولي في درس جديد من دروسنا هذا اليوم سوف نأخذ الدرس السادس أهداف الدرس السادس كما نرى أمامنا تدريبات كتابية عامة حول موضوع الصحة إدراك الفرق بين الألف المقصورة والياء التدرب على الحديث عن موضوع العناية بالصحة فيما تعلمنا من تعابير ومفردات والى درسنا هذا اليوم. في هذا الدرس امامنا الكثير الكثير من الامور الجديده التي ربما ما ما تعلمناها من قبل او ما اخذناها من قبل. هذا هو الدرس الاخير من الوحده المتعلقه، الوحده المتعلقه بالصحه، فاليوم لدينا بعض التقنيات الجديده التي تعزز التعابير والمفردات التي درسناها سابقا، لذلك سيكون هذا الدرس بمثابه او مثل درس فيه تدريبات تتعلق بما سبق، لن يكون هناك تركيز على متن جديد او حوار جديد او شيء جديد، وانما هو تأكيد وتعزيز وتقويه لما سبق من المتون والمحادثات. أمامنا الآن هذا التدريب: رتب الكلمات لتصبح جملًا، عندنا بعض الكلمات أمامك الآن، نريد أن نرتبها لتو لتو لتكون جملة مناسبة، اقرأ هذه الكلمات، فكر بترتيب هذه الكلمات بشكل جيد قد تسألني ما الهدف من هذا التدريب؟ عادة تعرف أن للغة العربية نظاما محددا، لها نظام محدد، يجب عليك أن تدرك هذا النظام وأن تدرك كيف تكون الكلمات مرتبة في اللغة العربية. أين نضع الفعل؟ أين نضع الفاعل؟ أين نضع المفعول به؟ ربما بعض الأمور لم تتعلمها لكن هناك تراكيب أساسية في اللغة العربية. أولاً مثلاً عندنا في اللغة العربية الفعل دائماً يكون في البداية ويليه الفاعل ثم المفعول به وهكذا في الكلمات التي تراها يجب أن تفكر بهذه الطريقة يعني أن تضع الفعل في البداية أن تضع المبتدأ في البداية هيا ننظر معاً إلى هذه الكلمات. لعلك في هذا الوقت فكرت بالإجابة عن هذه أو فكرت بترتيب هذه الكلمات: الجملة الأولى: أنَّ زينبُ سمينةً تريدُ تكونَ. تريدُ زينبُ أن تكونَ سمينةً. انظر معي هنا: تريدُ فعل، زينبُ فاعل (Subject). تريد زينب، أهم شيء في هذا التدريب أن تضع الفعل في البداية وبعد الفعل تضع فاعلاً، إذا فعل ثم فاعل، تريد زينب أن تكون سمينة. الجملة الثانية مثلك: أشعر في بآلام كنت البطن. إذا قلت لكم الفعل دائما في البداية فكيف ترتب هذه الجملة؟ أشعر والفاعل أنا أشعر أنا أشعر إيه بعد ذلك أي كلمة ستأتي أشعر مثلك بآلام البطن هنا الجديد أن لدينا فعلان فعل ناقص وفعل تام أشعر تام وأكونت ناقص ونحن نحتاج هنا إلى الفعل الناقص حتى نجعل الفعل في الماضي مؤكدا، يعني كنت أشعر مثلك بآلام البطن، أشعر الآن فعل مضارع لكن كنت أشعر جعل المضارع في الماضي، يعني كأنك تقول في فترة من الماضي في وقت من الماضي أنا كنت أشعر بالام البطن، ليس كل الماضي، طيب تسألني لماذا لا أقول شعرت بالام البطن، شعرت بالام البطن، عندما تقول شعرت بالام البطن هذا يعني أنك في وقت طويل من الماضي كنت تشعر، ولم تحدد أن هناك فترة من الوقت، أن هناك مسافة قصيرة من الوقت كنت تشعر فيها بالالام. لذلك هنا نقول كنت أشعر فجعلت مدة في الماضي كنت تشعر بها بآلام في البطن ولذلك وضعنا كنت قبل الفعل. رقم ثلاثة الطعام من كثيرا محمد يتناول اخذا. كما ترى هنا لدينا فعل يتناول وفعل اخذ كيف ستكون الجمله انظر معي اخذ محمد ماذا يتناول كثيرا من الطعام اخذ محمد يتناول كثيرا من الطعام لماذا نحتاج هنا إلى الفعل أخذ؟ لو قلنا يتناول محمد كثيرا من الطعام، هل هذا يكفي؟ يتناول محمد كثيرا من الطعام، الجملة جيدة، لكن هنا أخذ بمعنى بمعنى بدأ، يعني بدأ محمد يتناول كثيرا من الطعام، فعل هذا بالابتداء، بداية الآن هو يفعل ذلك وبدأ ونريد أن نقول هو بدأ يأكل كثيرا لا نريد أن نقول هو يأكل كثيرا إذا أخذ محمد يتناول كثيرا من الطعام يعني بدأ يأكل كثيرا من الطعام ولذلك جعلنا الفعل أخذ في بداية الجملة رقم أربعة ب الإنسان يصيب البدانه الكثير الاكل والاجابه الاكل الكثير يصيب الانسان بالبدانه تسالني يا استاذ قلت دائما الفعل في البدايه لماذا هنا ارى الفعل في الوسط في اللغه العربيه عندنا نحو قواعد والنحو يقول يجب أن تفعل الفعل في البداية، لكن أيضاً سنتعرف في المستقبل على البلاغة. البلاغة تقول يمكن أن تجعل الفعل بعد الفاعل، يمكن أن تجعل الفعل بعد الاسم في اللغة العربية إذا كان هناك حاجة، إذا كانت هناك مناسبة، يقولون البلاغة هي مناسبة الكلام للسامع. وأقول البلاغة هي تعلم أو فن الإقناع في اللغة العربية ما معنى بلاغة وما معنى نحو ربما تكلمنا بقليل من ذلك في الماضي النحو هو أن نضع حركة مناسبة للكلمة في نهايتها فقط يعني عندما أقول جاء محمد أو أقول مثلا سأل خالد سعيد من سأل من؟ ربما سعيد سال خالد ربما خالد سال سعيد لكن اذا قلت سال سعيد دن خالدا دن 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 هنا هذا يعني أن هنا يوجد فاعل ودن هذه تعني انه مفعول به فاذا نعرف اللغه ونظام الكلمات في الجمله من الحركه الموجوده في اخر الكلمه فسأل محمد الضمة خالدان الفتحة هذا يعني أن السائل محمد وأن المسؤول خالد خالد لذلك الضمة والفتحة مهمة جدا في اللغة العربية. Maybe I said before the vowels in Arabic language is very important to know the meaning of the sentence. So if I need subject in the in the sentence, I put ضمة in the last of word. and if I need subject or object in the sentence I put فتحة in the last of words so I know the meaning of the sentence from the vowels in the last of words هذا مهم في معرفة المعاني لكن كل هذا نحو الحركة في آخر الكلمة هذا نحو إذا أردنا البلاغة ما هي البلاغة وأنا أقول الآن ببساطة بشيء بسيط جدا في هذا المستوى البلاغة هي أن تجعل الجملة مناسبة لشخص يسمعك. أحيانا أنا أختار الجملة الأسمية، أحيانا أنا أختار الجملة الفعلية، ونفس المعنى إذا قلت تمطر السماء، وإذا قلت السماء ماطرة، ما الفرق؟ في اللغة العربية الجملة الأسمية أقوى من الجملة الفعلية، الجملة الأسمية قانون ليس له علاقة بالزمن. الجملة الفعلية أمطرت أمس اليوم لا تمطر تمطر الآن أمس لم تمطر سوف تمطر في المستقبل فيتغير إذا هذا ليس قوي الثبات هو الأقوى فاللغة الإسمية أقوى إذا متى أقول جملة إسمية متى أقول جملة فعلية هذا يتعلق بالشخص الذي يسمع إذا هو شخص يعرف السماء تمطر فأقول تمطر السماء لكن هو أول مرة يعرف أقول له السماء ماطرة، فإذا هناك فرق في اختيار الجمل بالمناسبة مع الشخص الذي يسمع، لذلك هذه هي البلاغة وهذا هو النحو، الآن يسألني شخص يا أستاذ لماذا تقول الأكل الكثير يصيب الإنسان بالبدانة؟ لماذا لا تقول يصيب الأكل الكثير؟ النحو يقول: هذا خطأ يا أخي، اجعل الفعل في البداية. البلاغة تقول: لا، هذا صحيح، الأكل مهم أن نذكر الأكل في البداية، هذا شيء مهم لازم يكون في البداية، ودائماً البلاغة تقول: ابدأ بالمهم. مثلاً إذا سألك شخص أين ذهبت؟ لا تقل: ذهبت أمس إلى المدرسة، لا، قل: المدرسة. قل المدرسه او قل الى المدرسه ذهبت لماذا هو لا يسالك ذهبت ام لم تذهب لم يسال من ذهب هو سال الى اين ذهبت فتقول في الجواب الى المدرسه ذهبت تجعل الى المدرسه في البدايه هكذا تقول لك البلاغه السائل يسالك عن شيء يريده فيجب ان تعطيه شيئا يريده لا تعطيه شيئا اخر في هذا المستوى نحن لا ندخل في البلاغه كثيرا ربما شيئا فشيئا سناخذ التوكيد والتشبيه واشياء في البلاغه الان اريد منك ان تضع في عقلك ان اللغه العربيه واسعه لكن الان لماذا نرى الفعل في نحن نتعلم دائما الفعل في البدايه شيئا فشيئا سندرس هذا ونتعلمه في المستقبل لكن دائما إذا أردت أن تكتب جملة ابدأ بالفعل يصيب الأكل الكثير الإنسان بالبدانة. خمسة الحمية من المرضى كثير أصبح يتبعون. رتب هذه الجملة لتعطيك الكلمات لتعطيك جملة جيدة. أصبح كثير من المرضى يتبعون الحمية. أصبح كثير من المرضى يتبعون الحمية. دائما إذا عندك فعل مضارع أو فعل تام وفعل ناقص ابدأ بالفعل الناقص. الفعل التام والفعل الناقص نتعرف عليهما إن شاء الله في المستقبل، لكن الآن أنت أمامك الفعل كان والفعل أصبح. وبعجاله الفعل الناقص الذي ليس له معنى بذاته فقط، له علاقه بالزمن، كنت واكون وساكون، اصبحت واصبح وساصبح، اما المعنى التام له زمن وله حدث وله معنى بداخله. آكل الآن انا افعل شيئا، هناك حدث في داخل هذا الفعل. الآن انتقل معكم إلى تدريب جديد. لكن اظن ان هناك الكلمات لا تظهر بشكل جيد لذلك سناخذ هذا التدريب قارن بين غذاء الناس في الماضي وغذائهم في الوقت الحاضر قارن بين غذاء الناس في الماضي وغذائهم في الوقت الحاضر كما تعلم هذا التدريب فيه اسلوب او فيه تقنيه مهمه هي ان تعمل العقل في شيئين اثنين معا تتذكرون عندما كنت اتكلم عن اهميه ان نعرف الكلمه وعكسها بشكل جيد وان نتعلم دائما الكلمه مع العكس لان العكس مهم بالنسبة لنا في معرفة الكلمة وشرحها، هنا ايضا معرفة العكس مهم في المقارنة. أسود، أبيض، جميل، سيء، كبير، صغير. المقارنة نحن نستعمل نستعمل المقارنة دائما في حياتنا بشكل كبير، لأننا لا نتكلم عن فرد دائما، عن شخص واحد، نتكلم عن أشخاص ونرى الناس أمامنا فنقول فلان ممكن طويل فلان قصير فلان كبير فلان صغير فدائما نستعمل ذلك اليوم ايضا ساتذكر معكم امرا مهما وتقنيه مهمه كنت قد تحدثت عنها في الماضي طبعا هذه ستكون بعد اوراق بسيطه او بعد شرائح قليله سوف ناخذ ذلك لكن اريد ان اقدم حتى نبدا بالتفكير مباشره باسلوب جيد التقنية تقول: دائما أي كلمة أي كلمة تتعلمها، أي جملة تأخذها، أي صورة تراها في اللغة العربية، خذها وأنت تفكر بثلاثة أمور: استخدم، غير، تفاعل، ما معنى استخدم؟ أنا مثلا عندي الآن جملة من الجمل أو كلمة من الكلمات أو أرى صورة من الصور. هذه الكلمة التي تتعلمها لا تتعلمها فقط لتضعها في عقلك، مثلا أنا أتعلم اليوم ذهب، الفعل ذهب، والفعل أكل، والفعل نام، والفعل درس واستيقظ، هل فقط أنا أقول ذهب استيقظ نام، ذهب استيقظ نام، هل الهدف الحفظ؟ لا، الهدف ليس حفظ الأفعال، الهدف أن نعمل وأن نتكلم عن هذه أو بهذه الأفعال جملاً جيدة حتى نصل إلى استعمالها الجيد في الحياة، لذلك هناك هذه التقنية استخدم وغير وتفاعل يوز وتشينج interact. يعني أولاً استخدم الكلمات في جمل مناسبة لسياق الكتاب، مثلاً أنت الآن تعلمت الفعل كتب، أقول: كتب الطالب الدرس، تمام، تحقق الهدف، هذه النقطة الأولى، غير عندك الآن فعل كتب لكن أنت هناك سياقات أخرى كتبت الطالبة الدرس كتبا الدرس كتبوا الدرس كتبنا الدرس وأيضا ممكن تفعل في الفعل المضارع فتغير كل الاحتمالات الموجودة أو تأخذ كل الأشياء التي ممكن أن تكون فيها هذه الجملة مناسبة الآن النقطة الثالثة interact أو تفاعل عندما تجعل الجمله في سياقات من حياتك هنا تكون قد تعلمت الكلمه او الجمله بشكل صحيح يعني اولا يجب عليك ان تستخدم الكلمات في جمل طبيعيه جمله واحده تعلمت كلمه معلم تمام استخدمها في جمله واحده يعطي المعلم الدرس او يشرح المعلم الدرس تمام الخطوه الثانيه غير هذه الجمله في ضمائرها مثلا معلمة معلمان معلمون تمام الاحتمالات المحتمله او ممكنه في ذلك ان تفعلتها النقطه الثالثه تفاعل مع ذلك كيف اتفاعل اجعل المعلم في حياتك وتخيل قلت لكم اللغه تحتاج الى خيال تحتاج الى ان تضع شيئا في عقلك ربما ليس في الحقيقه لانك تريد ان تتكلم إذا أردت أن تتكلم عن حياتك وأنت من بيتك إلى عملك فلن تتعلم إلا كلمات البيت وكلمات العمل، لكن تخيل أنك سافرت إلى إلى مكة، ماذا ستفعل هناك؟ تخيل أنك ذهبت إلى الحج، ماذا ستفعل هناك؟ تخيل أنك ذهبت إلى مصر، ما الأماكن التي ستزورها في مصر؟ ماذا ستفعل في مصر؟ كيف ستتكلم مع الناس في مصر؟ تخيل دائما اللغه ليست يعني مصممه او معموله فقط على قياس ما تراه في حياتك انت، وانما اكبر من ذلك لازم او يجب ان تخرج الكلمه من الكتاب الى الحياه، لذلك تفاعل اجعل الجمل على سياقات في حياتك. تقول استاذ حتى الان لا اعرف كيف افعل ذلك. مثلا اعود الى المثال الذي قلته لك كتب اليوم تعلمت كتب اكل أه سال اين تستعمل هذه الافعال في حياتك تعال معنا ننظر في حياتك ممكن انت تكتب بالقلم قل كتبت جمله بالقلم عندما كتبت الجمله راى والدي ما كتبت فاعجبه ما كتبت انا دائما اكتب مع المعلم ما يقول فلذلك كتابتي جيدة أنا أحب أن أكتب الكلمات الجديدة على الدفتر أنا أكتب دائما قبل أن أذهب إلى السوق أكتب ما أريد ثم استعمل أكثر من ذلك هل الكتابة أيضا موجودة في التكنولوجيا؟ أنا أكتب لصديقي على برنامج واتس أب مثلا رسالة وعادة لا أكتب كثيرا بالقلم إلا عند التعلم دائما اجعل هذه الان تعلمنا كتب فقط لكن انظر كيف جعلنا كتب في حياتنا وهو فعل واحد من ثلاثه حروف فانظر اذا استطعت ان تفعل هذا في كل شيء في حياتك ستحفظ كل شيء او ست ليس حفظا انما ستفعل كل شيء حقيقه في حياتك كتب اكل سال فعل فعل اجلس مع نفسك، وقلت لك في الماضي هناك تقنية مهمة، سجل نفسك بالفيديو وأنت تتكلم، هذا أيضاً مهم. دائماً اليوم تعلمت شيئاً، سجله في الفيديو: أنا اسمي علي، أذهب إلى الجامعة كل يوم في الصباح و و و و بعد ذلك اسمع: آه معقول أنا عندي هذا الخطأ؟ يوجد أخطاء، كيف أنا أخطئ؟ أنت عندما تتكلم لست أنت عندما تسمع الإنسان عندما يتكلم يفكر ماذا أتكلم وماذا أقول لكن عندما يسمع هو لا يتكلم هو فقط يسمع يغمض عينيه ويغلق فمه وفقط يسمع الأذن قوية لذلك هذه تقنية مهمة في حياتك يجب أن تفعلها ويجب أن تعمل عليها Use, Change, Interact عندما اقول اتكلم عن هذه التقنيه انا اتكلم عن شيء عملي جدا في تعلم اللغات الان انتقل الى هذه الصوره هذه قارن بين غذاء الناس في الماضي وغذائهم في الوقت الحاضر اريد منك الان ان تفكر بنفس الشيء اولا فقط استخدم لا تفعل شيئا غير الاستخدام ما الفائده من الاستخدام اولا الاستخدام اولا يخرج لك اللغه يعني ماذا ترى امامك انا ارى خبز الان فقط نحن نستخدم فقط نخرج اللغه خبز جبنه او بيتزا ايضا ماذا نرى انواع كثيره من الخبز ماذا نرى بيض زيتون ماذا ترى ايضا هيا تكلم معي اناس ياكلون ربما في مطعم جيد إذا الخطوة الأولى الآن أنت تخرج اللغة، أنت تستخدم. الخطوة الثانية أريد منك الآن أن تجعل أو تغير فيما استخرجت، يعني أنت استخرجت الآن اللغة أمامك كأنك تذهب إلى حديقة كبيرة، أنت لا تريد كل الزهور في هذه الحديقة، تريد أن تأخذ هذه وهذه وهذه وهذه، تمام. الآن هيا نجعلها في باقة واحدة حتى نهديها إلى الحبيب بعد ذلك. أن تجعلها في باقة واحدة يعني أنك تعطي الاحتمالات المناسبة، أنا كيف أجعلها في شكل مناسب؟ إذا الآن هنا نريد أن نغير هذا، فنقول مثلا عند التغيير استعمل ما تراه، استعمل العلاقة التي يطلبها منك، والعلاقة دائما مهمة، أنت عندك كمية من الكلمات، عندك كلمات وجمل، لكن ماذا تريد أن تفعل بهذه؟ هناك علاقة لغوية تريد أن تستعمل في المقارنة ماضي حاضر تمام أريد أن أستعمل في أن أتكلم عن هاتف أن أتكلم يعني هناك علاقة الآن بين الهاتف وبين الكلمات والجمل فهنا مثلاً قارن دعنا نقارن معاً قارن مقايسة مقارنة بين الماضي والحاضر في الماضي كان الناس يأكلون طعاما صحيا. اليوم يأكل الناس طعاما غير صحي. انظر الآن أنا قلت غير وتكلمت عن الضمائر. دعنا نغير هذه الجمل. لا لا تقل جملا فقط عن المفرد. قل عن المثنى، قل عن الجمع، قل عن الحالات المختلفة لغة في داخل الجملة. يأكلون طعاما جيدا. و كانوا يأكلون أو أكلوا طعاما جيدا الآن يأكلون طعاما غير جيد طعاما غير طعام غير صحي فغير إذا عليك الآن أن تتابع في ذلك أنا أعطيك أول الخيط تمام وأنت تأخذ ذلك الآن الخطوة الثالثة تمام انتهى الموضوع انتهى الآن هذا الحديث قارن بين غذاء الماضي في الغذاء الماضي وغذاء الحاضر الآن عليك أن تجعل ذلك في حياتك، أنت هل كنت تأكل في الماضي طعاماً صحياً أم طعاماً غير صحي؟ أنت هل تأكل الآن طعاماً صحياً أم غير صحي؟ أنت هل في حياتك الطعام الصحي أكثر أو الطعام غير الصحي أكثر؟ أنت هل تأكل في البيت أكثر أم في العمل أكثر؟ فهكذا إذاً عندما تجعل اللغة تتعلق فيك أنت، فهنا يبدأ التعلم الصحيح للغة وتبدأ اللغة عندك تعيش معك في كل مكان. السؤال التالي: اكتب نصائح مناسبة مستعينا بالصور كما في المثال: عندك المثال هنا: لا تشرب الحليب كامل الدسم. انظر الان يوجد توجد صوره امامك هنا ويقول لا تشرب الحليب كامل الدسم هذه اول جمله انظر معي الى الجمله الثانيه والثالثه والرابعه واختر جملا مناسبه لهذه الصور ودائما اذكرك لا تنسى التقنيه التي تحدثنا عنها use change interact استخدم و غير ثم تفاعل حتى في هذه التدريبات عليك اولا ان تستخدم جملا تتعلق بنفس هذه الصور ثم في المرحله الثانيه غير الضمائر الموجوده فانتقل بين المخاطب والمتكلم والغائب تنقل بين المفرد والمثنى والجمع وايضا في المرحله الثالثه علق اللغه بنفسك وخذ هذه الجمل إلى حياتك، واجعل الجمل والكلمات والتعابير متعلقة بنفسك، هكذا تصل إلى اللغة بشكل جيد. إذا اكتب نصائح مناسبة مستعينا بالصور كما في المثال. ماذا يمكن أن نقول عن الصورة الثانية؟ هناك قهوة، وهناك سكر. هل أنت ممن يحبون السكر بالقهوة أو بالشاي؟ ممكن يكون شاي، صحيح؟ أعطني جملة مناسبة تبعد السكر عن الإنسان، ماذا نقول؟ لا تكثر من السكر في الشاي مثلا، أو في القهوة مثلا، الصورة الثالثة: أرى هنا طعاما في المطعم، أو طعام ليس في البيت مثلا، أو طعام سوق. ماذا يمكن أن نقول هنا؟ انظر أحيانا النصائح ممكن تكون نهيا، وممكن تكون أمرا. يعني ممكن تقول لا، وممكن تقول افعل. فإذا أردت أنها إذا رأيت أن هذا مناسب، اللغة لا تجعلك قل هكذا يجب أن تقول هكذا، لا. أنت فكر وتكلم. هنا في الصورة الثالثة أنا أقول ابتعد عن الأطعمة مثلا غير الصحية، أنا أرى ذلك غير صحي، هذا رأيي، أنت ممكن تقول لا يا أخي الهمبرجر طيب، البيتزا طيبة، أنا أريد تمام، انصح كما تريد، قل له كل. ولكن هذا ابتعد عن الطعام غير الصحي. الصورة الرابعة. سمك. ما أطيب السمك. قبل أن أقول نصيحة للآخرين أنصح نفسي أن آكل السمك. كلي السمك طازجاً فإنه مفيد وغني بالمواد الغذائية القوية. بعد ذلك ماذا نقول عن الصورة الخامسة؟ هذا رز باللحم اقول لصديقي ادعوني على طعام رز باللحم فانا احب ذلك هذه نصيحه جميله نقول هنا ايضا طعام المنزل طعام جيد كل طعام المنزل فانه مفيد الصوره الاخيره هنا هذا ربما فواكه نعم نقول عنها سلطة فواكه أو فواكه مختلفة. كل الفواكه فإنها مفيدة للجسم وغنية بالفيتامينات والمواد الغذائية الجيدة. أنتقل الآن إلى التدريب الآخر والآن نبدأ بعلامات الترقيم في اللغة العربية. أدرس علامات الترقيم. اللغة العربية كغيرها من اللغات إذا أردت أن تقول جملة يجب عليك أن تخبر الآخرين أن الجملة انتهت، أو الجملة تتعلق بجملة بعدها، أو أن الجملة فيها سؤال، أو الجملة فيها تعجب، فالذي يقرأ لك لا يسمعك عندما تتكلم تقول مثلاً: أه تحب الطعام، أنا متفاجئ من ذلك. هنا تعجب أنت لا تحتاج أن تقول تحب الطعام لا تحتاج لأن السامع يسمع لكن عندما يقرأ لا يسمع وعندما تسأل سؤالا أنت طالب أنت طالب النبر يعطيك أن هناك سؤال في داخل هذه الجملة وعندما تتكلم أنا أحب الطعام تسكت هذا يعني الجملة انتهت لكن الذي يقرأ لا يعرف أنك سكت لذلك في اللغة العربية هناك علامات الترقيم، وهذا في أي لغة، في الإنجليزية والتركية والروسية وفي كل لغة. لذلك كما ترون أمامكم الآن علامات الترقيم نقطة، علامة استفهام، فاصلة، وعلامة تعجب، تقول: تناولت الدواء، نقطة، يعني انتهى الكلام. من أين اشتري من أين أشتريه؟ علامة استفهام هذا للسؤال. زينب نحيفة ومريم سمينة. انظر زينب نحيفة فاصلة بعدها يوجد كلام آخر ومريم سمينة انتهى الكلام وضعنا نقطة. أربعة سبحان الله هنا إشارة أو علامة تعجب دلاله على التعجب من شيء عندما ترى شيئا عجيبا تقول سبحان الله كيف يفعل الناس ذلك مثلا فهذه للتعجب من امر انت تراه امامك ننتقل ايضا الى الخط وهنا لديك خط النسخ كما تعلم بين الحين والحين عليك ان تهتم بالكتابه وعليك ان تعرف الخط الجيد وان تكتب بشكل جيد اليوم التكنولوجيا كثيره حولنا وربما تاخذ منا الكتابه باليد لكن يجب عندما تتعلم اللغه العربيه ان تكتب ايضا بيدك حروفا وكلمات وجملا حتى تبقى يدك مرنه في الكتابه حتى تبقى يدك رياضيه في الكتابه فهنا أمامك: لاحظ الحروف التي لا تنزل تحت السطر واكتبها بخط النسخ. هذه الحروف لا تنزل تحت السطر. تمام؟ يعني أنت عندما تكتبها تكتبها على سطرين. لا تنزل تحت السطر. وهناك حروف يقول لك: لاحظ الحروف التي ينزل جزء منها تحت السطر واكتبها بخط النسخ. هذه الحروف جزء منها ينزل مثلا الجيم الذيل من الجيم الاسفل هنا ينزل تحت السطر والحاء والخاء والراء والزاي كل هذه الحروف التي امامك جزء منها ينزل تحت السطر بخط النسخ يقول شخص استاذ ما هذا خط النسخ اللغه العربيه لغه غنيه حتى في الخطوط فيها فنون كثيره نحن في هذا المستوى نتعلم خط النسخ وهو الخط الذي يكتب بها به العرب عادة، وهو الأسهل. هناك كثير من الخطوط أحيانا ترى خطا مثلا يسمونه الثلث أو الطغراء، تراه لوحة كبيرة على الجدار مزينة جميلة. نحن الآن نتعلم هذا الخط، خط النسخ ليس غيره، لذلك يعني عليك أن تتعلم الكتابة باليد بهذه الخطوط بشكلٍ جيد أنتقل بعد ذلك إلى تدريب جديد اليوم كما تعلمون يعني ما عندنا متن واحد ما عندنا حوار واحد نريد أن ننهي هذه الوحدة من هذا عندنا وحدتان في هذه الدورة اليوم سننهي هذه الوحدة وأريد أن ننهيها ونحن يعني ننظر ماذا بقي من القواعد ماذا بقي من النقاط التي ما قرأناها ننهي ثم نبدأ إن شاء الله بوحدة جديدة الدرس القادم وننتقل إلى الإملاء. أيضا كثير من الطلاب يسألون: ما الفرق بين الألف المقصورة وبين الياء؟ وأحيانا نرى ياء لكن من دون نقاط. لا توجد نقاط تحتها. فهل هي ياء أخرى أو هي شيء آخر؟ في اللغة العربية وربما إلى الآن أنتم تعرفون ذلك. في اللغة العربية هناك ألف مقصورة تكتب كالياء تماما لكن من غير نقاط وهناك ياء تامة مع النقاط. فالألف المقصورة تكون عادة في الماضي ماضي الفعل الماضي وعندما تكون في المضارع تصبح ياء كما سنرى في هذه الأمثلة فهنا أمامنا حول الفعل كما في المثال يقول جرى في المضارع لابد أن تكون عادة الألف في الماضي في المضارع غالبا تكون ياء أو واوا إذا كانت ألف مقصورة فهي ياء في المضارع هي ياء أما إذا كانت ألفا ممدودة ففي المضارع هي واو وهذا سندرسه في مكان اخر اذا رايت الفا مقصوره في الماضي ففي المضارع ستراها, ستراها ياء كما ترى امامك مشى يمشي قضى يقضي اتى ياتي درى يدري اعطى يعطي اغنى يغني لبى يلبي أمسى يمسي أهدى يهدي. هذه هي الألف المقصورة والألف والياء في الإملاء ولا أريد أن أقف عندها كثيرا لأن الهدف هو أن تعرف أن الألف المقصورة في الماضي ستكون ياء في المضارع أما ما عدا ذلك الألف الممدودة تكون واوان. وآتي إلى الفقرة الأخيرة عندنا هنا وهي تقنية استخدم غير تفاعل. وفي نهاية هذه الوحدة أريد أن أصل معكم إلى خلاصة، أريد أن أصل معكم إلى نتيجة. دائما وقلت ذلك وأعيد، أي كلمة تراها أمامك، أي تركيب تراه أمامك، أي صورة اي صورة تراها امامك اي شيء مما تتعلمه تراه امامك عليك ان تقف عنده للمحاسبه يعني اجعل هذه الكلمه امامك اجعل هذا التركيب امامك تمام استخدم غير تفاعل وما معنى هذا اذا كان عندي يعني الان كيف اغير كيف اتفاعل كيف كيف استخدم في اللغه العربيه لهذا السبب انا ساعطيك الان بعض الصور ومن خلال الصور سنخرج اللغة، لن اعطيك، لن اعطيك كلمات، لن اعطيك تراكيب، لن اعطيك جمل، اريد منك الان ان تكون وحدك في الميدان، يعني انت في الحياة سترى صورا، لن ترى لغة، لن ترى شخصا يكتب عليه كلمة، ولن ترى لن ترى شيئا في الحياة من الكلمات والجمل، انت سترى اشخاص، سترى مواقف، سترى سياقات اريد منك اللغه التي في عقلك ان تعكسها على هذه المواقف ان تعكسها على هؤلاء الرجال والاشخاص انت سترى مسجد وانت تعرف كلمه مسجد وقران وشيخ وامام ويصلي ويقرا ستخرج هذه الكلمات الى المسجد بالالفاظك وجملك فهذا ما اريده في الحقيقه هنا واريد منكم ان ننظر معا الى هذه الصورة الاولى في البداية. طبعاً هنا ربما اختلط في البرنامج الخط، لكن يقول لك عبّر عن الصورة التالية بجمل مفيدة تتعلق بموضوع الصحة. يعني الآن نحن تعلمنا عن موضوع الصحة شيء ونريد الآن أمامنا صورة بسيطة، صورة يعني ما فيها شيء كثير. أنت ترى الآن موقف، ترى سياق، ترى صورة. أريد منك أن تتكلم عن هذه الصورة بما تعلمت من كلمات وبما تعلمت من تراكيب. هذا ما نريده الآن. انظر معي إلى الصورة مرة ثانية. نعم. دعنا نرى على اليسار عندك استخدم، غير، تفاعل. أولاً استخدم، أخرج الكلمات الآن يفرشي أو ينظف الطفل أسنانه بالماء والفرشاة غير الآن عندما أقول لك غير أنا لا أريد منك شيئا من الصورة أريد منك هذه الجملة التي أخرجتها من كلمة ومن الصورة من العلاقة أن تجعلها في احتمالات يعني ماذا يمكن أن تقول.. يمكن ان نقول تنظف البنت اسنانها بالفرشاه والمعجون او مثلا ينظفان اسنانهما ينظفون اسنانهم تنظف اسنانها فكر ماذا يمكن خذ المتكلم انظف اسناني مثلا خذ المخاطب تنظف اسنانك وخذ الغائب ينظف اسنانه ثم انتقل من المفرد إلى المثنى إلى الجمع، وانتقل من المؤنث إلى المذكر حتى تأخذ كل الصورة بشكل جيد. ثم ثلاثة: أريد منك أن تتفاعل مع هذه الصورة. هل تنظف أسنانك كل يوم؟ هل تنظف بالسواك أو بالفرشاة؟ متى تنظف أسنانك؟ هل تنظف أسنانك بعد الطعام؟ ماذا قال لك طبيب الأسنان؟ هل الأشخاص الذين لا ينظفون أسنانهم يظلمون أنفسهم؟ فكر في هذا، استعمل الكلمات عندما تجيب عن أسئلتي. تنظيف الأسنان هل يحتاج إلى وقت واحد أو ممكن ننظف أسناننا مرات كثيرة؟ إذا لا يوجد ماء كيف تنظف أسنانك؟ أجب عن هذه الأسئلة وحاول أن تجعلها من حياتك وإذا يوجد أيضا وإذا توجد جمل أخرى استعملها أيضا في حياتك. أنتقل إلى الصورة الثانية. آه هنا يوجد موز، برتقال، أناناس. دعنا إذا الآن ماذا نفعل؟ نستخدم يعني قلنا موز، برتقال، أناناس استخدمنا أخذنا ممكن نقول جمل ارى في الصوره فواكه كثيره فواكه لذيذه فواكه صيفيه او شتويه يوجد كما ارى فواكه صيفيه وفواكه شتويه بعد ذلك غير هذا اذا قلنا جمله مثلا احب الفواكه او يحب خالد الفواكه ثم تحب زينب الفواكه يحب خالد وزينب الف... يحب يحب خالد وزينب الفواكه بدون فاعل يحبان الفواكه يحبون الفواكه تحب انت الفواكه تحبين الفواكه تحبان الفواكه تحبون الفواكه تحببن الفواكه استعمل كلما استعملت اكثر كلما وقع الفعل في عقلك اقوى واكثر في العقل الان استعمل ذلك في حياتك فقل مثلا أنا أحب الفواكه وآكل الفواكه كل يوم قبل الطعام ممكن بعد الطعام وتكلم أيضا عن الفواكه في حياتك في بلدي توجد فواكه كذا وكذا ماذا يوجد في بلدك أنت؟ هل تشتري الفواكه دائما؟ هل بعض الناس يقولون الفواكه أفضل من الدواء إذا تشتري الفواكه كل يوم لن تشتري الدواء ولن يصيبك مرض بإذن الله ف والفواكه طبعا كثيرة يوجد فواكه صيفية يوجد فواكه شتوية ما هي الفواكه الصيفية التي تعرفها ما هي الفواكه الشتوية التي تعرفها بهذا التفاعل تستطيع أن تجعل هذه الجمل في حياتك بشكل جيد الآن ننتقل إلى هذه الصورة الاكل مما يليك. الاكل مما يليك، كما تعلمون هذه سنه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، يا غلام كل بيمينك وكل مما يليك، لذلك الاكل مما يلي الانسان هذه هذا امر طيب وفي غايه الاهميه، لذلك عندما تختار عندما تأكل من طبق او تأكل من اي مكان عليك ان تأكل مما يليك فهذه سنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر معي الان الى هذه الجمله او قبل ان ننظر لو انك دعيت الى طعام، دعاك صديق لك الى طعام وقال لك ما رأيك ان نأكل معا؟ ثم بعد ذلك قلت له لا أنا أريد أن أكل وحدي لا أريد أن أكل معك مثلا فهل هذا أمر محبب لديك أو أنه لا تختار أن تأكل مع صديق آخر فإذا اخترت ذلك فسيكون أمر عليك أو واجب عليك أن تأكل مما يليك الآن كما ترى معي في الصورة الأكل مما يلي: نريد أن نستخدم، ثم بعد ذلك نغير، ثم نتفاعل. أولاً استخدم: يأكل الولد بالملعقة أو بالشوكة، تأكل البنت بالشوكة، غير. الآن التغيير يعني تغيير الضمائر يأكلاني يأكلون تأكلان تأكلون ثم تفاعل مع هذه الصورة أحب أن آكل مما يليني دائما لأن الأكل مما يلي الإنسان سنة النبي صلى الله عليه وسلم دعنا ننتقل سريعا أيضا إلى هذه الصورة هنا شخص غاضب وأريد أن أقول أن موضوع الصحة وكلمات الصحة لا يتعلق فقط بالفواكه والطعام أحيانا هناك الصحة النفسية أن تكون مرتاحا هادئا ساكنا فهنا ماذا تفكر ما الكلمات التي يمكن أن تستخدمها في هذا السياق غاضب رجل غاضب من شده الغضب هو كسر حاسوبه غير ذلك هما غاضبان يغضبان تغضبان يغضب يغضبون تغضبون تغضب مثلا للمخاطب تفاعل لا احب الغضب لانه يؤثر على صحتي ويؤثر على الناس من حولي انتقل معي الى هذه الصوره شخص ياكل كثيرا من الاطعمه غير الصحيه هذه الصوره والتي بعدها ايضا ساتركها لك واجبا اكتب عنها بعض الجمل واجعلها في المنتدى إذا أصدقائي الكرام خلاصة لما تعلمناه اليوم علينا دائما أن نفكر ب... عند تعلم اللغة العربية أن نفكر أن اللغة لا تكفي أن تكون في كتاب لا يكفي أن تكون في كتاب لا يكفي أن تكون في نص أو أن تكون في جمل هذه التقنية التي أخبرتكم عنها اليوم هي تقنية مفيدة وعملية ربما عندما نتعلم ننسى ان كل كلمة يجب ان نستعملها، ربما ننسى، وربما نقول يا اخي هذا شيء متعب، كل كلمة اتعلمها آخذها واتكلم بها قبل ان اتعلم غيرها، انا ما قصدت ذلك، انا اقصد انك تعلم وانت تحب، تعلم وانت تستعمل. تعلم وانت تستفيد مما تتعلم، لان كل شيء تتعلمه لتستفيد او تتعلمه لتفعله في حياتك تستفيد منه مهما كان هذا الشيء. كل امر تتعلمه لتمارس، لتطبق، لتعمل تستفيد، اما ان تتعلم فقط لاني اريد ان يعني اقرا هذا الكتاب. او اريد ان اعرف ماذا يوجد هذا الكتاب او اريد ان اتعلم شيء موجود داخل الكتاب هذا غير مفيد المفيد ان تتعلم لحياتك المفيد ان تتعلم لما تراه في ايامك لما تراه في صباحك ومسائك وفي كل اوقاتك للمكان الذي تعمل فيه هذا هو التعلم الذي يفيدكم وينفعكم ويجعلكم في خير حال دائما وفي افضل مال أرجو الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك في أوقاتنا وأوقاتكم وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم أراكم إن شاء الله في درس جديد في أمان الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته